السلام عليكم. ايوه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم كنت بكلم حضرتك يا شيخ بخصوص اللي هو موضوع 5000 جنيه كوافير وذكاء، الذكاء اللي هي اي معروف معروف بعد. يعني حضرتك فاكر السؤال ايوه ولا؟ فاكر السؤال، انا اقول لك عمت به البلوى الان في القرى، حتى عندنا في القرى اصبح الناس يفعلون ذلك، كثير جدا من الناس. فيعني اذا كانت مضطره اقيل اسرتها، الله يبارك فيك. يعني قصدي عادي تاخد من واظن انك في القاهره بتعملوا اكثر من كده بكثير، لا اظن انا الكوافير ايوه، عندكم بس في انا القاهره. بتكلم على انها فقيره مثلا وتدفع ايوه مبلغ هي زياده ده، في هي مثلا حاجه زي اضطرت كده. لهذا. يعني اهل العروسه، أهل العروس أحيانا يقولون بنتنا لن تخرج إلا بهذا، إلا يعني بالكوافير، وادفعوا يا أهل العريس الكوافير، وادفعوا يا أهل العريس، ادفعوا أيضا قيمة صالة الأفراح. أحيانا تفرض عليهم مسائل مثل هذه، يعني ما تشديش عليها كده، الله يرفق بك. لا عادي، انا بس ما هو يعني سيعتن قلت بها، يعني افهم يعني هل يعني تحرمها الطعام والشراب من أجل أنها ساعدت ابنها في مثل هذا؟ طب لا هل مثلا لو هي هتزوجه الايام دي، يعني ادفع لها الايام دي من الزكاة ولا مثلا اجل لحد ادفعي لها، بس يعني شوف ايه المطلوب، ممكن تأتين بأشياء مطلوبة نافعة حتى تخرجي من هذا المأزق. يعني شوف الولد طالب ايه مثلا، الولد مش مكلف بغرفة نوم، ساعديها في ثمن غرفة النوم بس نخلص. تمام؟ ماشي، شكرا يا شيخ. وبعدين انا اسألك سؤال، انت ما دخلتيش انت كوافير في لا القاهرة؟ اكيد، اكيد. ودفعت اكثر من هذا المبلغ؟ لا مش اكتر من هذا المبلغ، كان من كان 10. أيامك، ما أيام زمان الألف تساوي خمسة الآن. هاي دفعت زي نقربها. فيعني ارفقي شوي، الله يغفر لنا ولك. السلام عليكم.